سانتوس موهبته ما كانتش صدفة، ده كمان أحد أفراد عائلة رضا، ساحر الكرة المصرية ونجم النادي الإسماعيلي في الستينيات. أنا باختصار عبد المنعم صبري، شير بسانتوس، 23 سنة، عايش في الإسماعيلية، بلعب فري ستايل فوتبول من حوالي 5 سنين. كنت بلعب كورة في الملعب عادي، كنت بلعب في ناشئين الإسماعيلي. انفصلت بقى عن الكورة في الملعب واتجهت للاستعراض بالكورة اللي هو الفري ستايل فوتبول، واخدته كارير يعني في حياتي، وطورت الموضوع اكتر ان انا ربنا كرمني الحمد لله وسجلت اسمي في موسوعه جينيس الارقام كافضل واحد منطق بكورتين على مستوى العالم. نطقت 4010 تنطيقه في 60 دقيقه بكورتين، فالرقم ده كان قياسي يعني، وما كانش في حد عمله قبل كده. وانا اشتغلت على الموضوع دوت واجتهدت وطورت الموضوع دوت لحد ما الحمد لله ربنا كرمني يعني وحققت رقم في موسوعه جينيس. اسطوره البرازيل رونالدينيو كان بيعمل الحاجات دي في الملعب، فطبعا ده هو الوحيد اللي كان فريد من نوعه في الموضوع ده اللي هو بيعمل الحاجات دي في الملعب. فاحنا بقى كنا نتفرج على فيديوهاته على اليوتيوب لما كنا صغيرين، فبنفهم عايزين نفهم بقى هو بيعمل ايه، ازاي بيتحكم في الكوره بالشكل دوت. فانا قلت لنفسي يعني ليه لا، طب ما انا ربنا مديني الموهبه دي يبقى انا اشتغل عليها اكتر واطور منها اكتر، بحيث ان انا ابقى استعراضي اكتر ما انا يعني لعيب كوره في الملعب. هي المفروض يبقى ليها رعايه، يبقى ليها اهتمام اكتر من كده، لانها لعبه مهمه جدا. يعني بالنسبه لنا هي بتعلم الصبر وبتعلم القوه وحاجه مميزه عن العاب كتير يعني. فليه لا، ليه لا احنا بنهتمش بالموضوع ده اكتر، ليه لا ما بقاش في اتحاد، ما بقاش في رعايه اكتر في الموضوع ده، بحيث ان احنا كلنا وكل اللي بيلعب اللعبه ديت في مصر ينضم، مع ان احنا عددنا قليل جدا، ينضم تحت مسمى اتحاد. انا الحمد لله ربنا كرمني باهم بصمه في حياتي يعني اللي انا دخلت موسوعه جينيس فيها، واصبحت المصري الوحيد على مستوى العالم اللي حقق الموضوع ده. فدي بالنسبه لي اللي فرقت عني يعني، فرقت معايا عن غيري، ان انا ليا بصمه في الموضوع ده. فطبعا انا طموحي ملوش سقف يعني، انا نفسي اكمل في الموضوع دوت، بس اكون شايف التعب اللي احنا بنتعبه عشان الموضوع ده، عشان التطوير من الموضوع ده، ان هو يعني يقعد علينا بالخير ان شاء الله في يوم من الايام. الفكره كلها الموضوع صعب عشان ما فيش اتحاد، بس مش اكتر. كان في رقم مسجل ب 8000 تنطيقه بكره واحده، فانا اصلا كنت بشتغل على الموضوع ده اللي هو انطق بكورتين، فقلت طب ماشي، ما هو في رقم بكوره، اللي يخلي يكون في رقم بكوره يبقى في رقم بكورتين. فدورت ما لقيتش اللي في حد عامل رقم بكورتين. فانا بعت فيديو مصغر عن الموضوع اللي انا عايز اعمله وبعته على الايميل، وترد عليا بعدها باسبوعين، نزلت لجنه مكونه من 3 في نادي القطاميه في التجمع الخامس، خدت الرقم بتاعي، حققت اليوم ده 4010 تنطيقه في 60 دقيقه. انا حلمي مع الشباب الصغير من ناحيتين، انا بتمنى من اي حد بيتابعني ان ما تيأس، لو عندك حلم حققه اشتغل عليه، اجتهد اكتر، ما تخليش حد يوقف لك طموحك، وما تخليش حد يقول لك لا مش هتقدر والموضوع صعب، لا انت اجتهد واعمل اللي عليك وسيب بقى على ربنا. طبعا شكل تدريبي بيبقى يوميا مثلا بيتواصل مثلا من 2:30 3:30 يوميا، سواء اطالات بقى، سواء بالكوره، شغل بالكوره يعني، ساعات بيبقى كده وساعات بيبقى كده. بدي نفسي يومين في الاسبوع راحه، في مثلا يوم في الاسبوع بيبقى جري في رمله جبل مثلا، بقوي العضل الداخلي للجسم، فكده يعني في نظام ماشي عليه.